قلت له جه امتى؟ ولا انا اللي قلت له؟ ايه ده جه اهو. اهلا يا شبع، هي ده عربيتك؟ لا مش هي. صح، عارف لو كنت قلت هي كنت دفنتك هنا. هو انت لا مؤاخذه عربيتك ضايعه بقالها قد ايه؟ بقالها اسبوعين. اسبوعين؟ يا عم الله يخليك في حالك. قول لي انت جبت نمرتي منين؟ في واحد جاري عربيته اتسرقت من شهر وانتوا كلمتوه ولما عرفت خدت منه النمره. تقوم تيجي لوحدك كده؟ ما تجيبش حد كبير معاك؟ ايه؟ مش خايف؟ لا، ما انا في ناس مستنيني على اول الطريق بره. المهم جبت فلوس معاك؟ مش لما اشوف العربيه الاول؟ ليه هو انت فاكر لو ما لقيتش عربيتك هنا يعني هتروح بالفلوس معاك؟ نجيب من الاخر؟ ايوه، هو ده اللي مستنيينه من الاول. انا جاي ومعايا 10,000 جنيه بس مش هاخد قصادهم عربيه. امال انا هتاخد قصادهم واحد مننا؟ لا، هاخد قصادهم معلومه. معلومه؟ مكانك. ايه انتوا مش فتشتوني بره؟ ده انا هطلع الموبايل اهو. اهو صحيح فتشناه. انا هوريكم فيديو هنا العربيه انتوا سرقتوها. حكومة رجال. انت خالد كلمك؟ خالد مين؟ انا شفته يا حملة كبيرة قوي. يا نهار اسود يا ده، انا من ساعة ما شفتك وانا مش مستريح لك. يلا ده انا هشفرك هنا الحقيقة. يلا